كثير من الناس يعني يترددون بالبوح بأعمارهم. نعم. يعني هذا شنو يظهرون بأنهم شنو أصغر؟ هذا الشيء يلغي برأيك، هذا يلغي الرقم ويعطيهم العطاء. والإنسان بطبيعته يعني متشبث بالحياة، وجزء من التشبث بالحياة هو أنه يعلن دائما يكون يعني ضمن عمر الحياة. كل ما يكون عمرك متقدم يشعر بأنه هو اقترب من الموت، من النهاية، ولذلك دائما يحاول أن يخادع نفسه حتى يكون دائما هو يكون موجود داخل هذا المشهد، مشهد الحياة، مشهد يعني الضرار. نعم، بهالمعنى هذا. هذا رأيك خوفا مرات من الخجل، مرات لا أكون يتفاخر بهذا العمر ويعطيه كثير منهم. اي اكو ناس طبعا مو احتياجي هناك من يتفاخر بعمره اذا كان عمره مقدم به شيء. طبعا العمر انجاز، يعني اكو شخص عنده يقول لك انا كنت في سنه كذا عملت فلان شيء، وفي سنه كذا عملت فلان شيء، ولما ترجع اشوف عنده سلسله من السنوات طويله. طيب. هو يفاخر فيها لانه قدم فيها شيء. اما اللي ما عنده شيء ما مقدم شيء ما اعتقد يعني اللي خاف من الموت هذا تعتبره انت ما مقدم انجاز. طبعا ما يقدم انجاز، لانه اللي يقدم انجاز بصراحه ويثبت يعني وجوده بسيرته بالحياة ما هي هاي رسالته، يعني أكبر رسالته بالحياة. والإنسان شو الموجود ليش عنده رسالة؟ بصراحة إنسان يبلغ من الوعي مرحلة يدرك بأنه هي العمر مهما طال ينتهي. الأساس هو أن تكون عندك رسالة توصلها بحياتك وخلص، أما تشبث بالحياة فهذا أمر مفروغ منه. أرجع لي مفردة دكتور، راح بك مرة أخرى. الله يسلمك. أرجع لي مفردة العمر مجرد رقم ليس أكثر، مقتنع بهذه المفردة؟ نعم، الوقت حقيقة وعامل الزمن بالنسبة للإنسان احنا نعتبره هو مسؤولية حقيقة. وعامل الزمن أيضا قد يكون محاسب عليه، يعني الإنسان محاسب حتى على الزمن. لأنه أكو عندنا يعني في حديث على أو في من باب الدعاء عن الإمام السجاد عليه السلام يقول اللهم اجعل يومي وساعتي أفضل، يعني أفضل من ساعتي ويومي. يعني طيب. يعني يريك إنما أنه أنت دائما تخلي وقتك للعمل، دائما أنه أنت تقدم الشيء الجديد في حياتك حتى تكون، لأن أنت هذا عامل الزمن مسؤول عنه. اللهم اجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي. إذا معناته إحنا حقيقة عامل الزمن ضروري جدا أنه الإنسان ممكن أن يعمل دائما يقدم الشيء الجديد ويعني أفضل من الأمس. يعني طيب، تتفق معه بأنه اللي يخاف من العمر أو يذكر عمره مثل ما تحدث أستاذنا بأنه يخاف من الموت وليس لديه أي منجز؟ لا لا، الإنسان إذا دائما يقدم في الشيء فهذا من باب الشجاعة حقيقة. الإنسان دائما يبحث عن الشيء الجديد يخدم بي يعني ناسه ومجتمعه. ممتاز. هذا ممكن أن نستغل عامل الزمن حقيقة. فوبيا ولا يخاف الإنسان. فوبيا من سؤال العمر إن كان للنساء أو الرجال، يعني بعيد كل بعد، هذا شيء تفسره؟ لا، يعني هذا الخوف من الزمن هذا حقيقة الإنسان مو أكو فد مسألة نفسية طبعا. يعني بصراحة نجدها عند المرأة تحاول دائما أن يعني ما تفصح عن عمرها، وهذا فد جانب نفسي حقيقة للمرأة. وغرائز الله خلق هذا الشيء ومبيته. نعم. بصراحة الإنسان هو أيضا مرات أحيانا يصرف أشياء مجهول عليها. وإذا كان عندها منجز، حتى إذا كان منجزية مرات قلت لك المرأة كائن أكثر المرأة أكثر رهافة وأكثر تمسكا. طيب. واحتدادا بالحياة بصراحة المرأة أكثر. طيب. نعم.